وللوقوف عند آخر التطورات الميدانية ينضم إلينا من رام الله مراسل حدث الزميل عبد الحفيظ جعوان. صباح الخير عبد الحفيظ، وأهلا بك معنا في هذه الفترة الصباحية. حدثنا أكثر عن أصداء هذه الاقتحامات التي تقوم بها القوات الإسرائيلية بشبه يومي في جنين، وما خلفته من أضرار في البشر والحجر. نعم جزيل، المشهد ذاته يتكرر في مدن الضفة الغربية. هذه الليلة الجيش الإسرائيلي نفذ سلسلة من الاقتحامات، أبرزها كان في مدينة ومخيم جنين. اقتحام استمر نحو 11 ساعة، كان مصحوبا بالجرافات الثقيلة التي قامت بتدمير عدد من الشوارع الرئيسية والشوارع الفرعية في هذه المدينة، التي يعني ما أن تقوم طواقم البلدية بترميم الطرقات حتى تدخل المركبات العسكرية والجرافات وتدمرها مرة أخرى. الاقتحام الإسرائيلي أسفر عن عدد من الاعتقالات وإصابة عدد من الفلسطينيين بجروح، إضافة لتدمير بعض الشوارع والطرقات، وأيضا يعني بعض المحال التجارية وحسبة الخضار داخل المدينة قبل أن تنسحب القوات الإسرائيلية فجرا. انسحبت من جنين ودخلت إلى نابلس. نابلس أيضا شهدت اقتحام واسع للبلدة القديمة، لمخيم عسكر ومخيم بلاطة. هذا الاقتحام أسفر عن 9 إصابات، وانسحبت القوات الإسرائيلية من نابلس، كما اقتحمت أيضا مدينة طول كرم، وأسفر الاقتحام في طول كرم عن 9 إصابات في صفوف الفلسطينيين، إضافة لعمليات الدهم المتفرقة في أنحاء الضفة الغربية، في الخليل، في رام الله، في أريحة وغيرها. ما زالت الوتيرة على حالها، ما زال هناك عمليات دهم واعتقال تنفذها القوات الإسرائيلية بشكل متواتر ويومي. هذا ما تقوم به القوات الإسرائيلية من نشر قناصة على الأسطح ومداهمات واعتقالات، ماذا عن المستوطنين أيضا عبد الحفيظ؟ نعم، نفس الموضوع أيضا جزيل، لم يختلف، وإن كان هناك ضغوط كبيرة على المستوطنين لتقليل حدة الهجمات التي ينفذونها على الفلسطينيين بسبب الانتقادات الدولية الكبيرة، وخصوصا من الإدارة الأمريكية وأيضا الدول الأوروبية والزيارات الأوروبية التي أصبحت تتركز أيضا على بعض المناطق التي تشهد اعتداءات مكثفة من المستوطنين. من الملاحظ أن هذه الاعتداءات تراجعت، ربما ليس بقرار من المستوطنين وإنما بسبب قرار من الفلسطينيين الذين أصبحوا يخشون التوجه إلى أراضيهم القريبة من المستوطنات. الرعاة أصبحوا يخشون الخروج بمواشيهم إلى الجبال، وذلك خشية من اعتداءات المستوطنين، كما أن حركة الفلسطينيين بين المدن وخلال الليل خفت بشكل كبير جدا، وبالتالي عدد هذه الاعتداءات تراجع بشكل كبير. الآن تتركز هذه الاعتداءات على مصادرة الأراضي، تقطيع الأشجار، وأيضا بناء المستوطنات، حيث يفيد أكثر من تقرير بأن المستوطنين يغتنمون فرصة يعني انشغال القوات العسكرية الإسرائيلية والحكومة الإسرائيلية والعالم بشكل عام بما يجري في غزة لتوسيع وتعظيم المستوطنات داخل الضفة الغربية. نعم، أيضا هناك ترقب لقمة أردنية مصرية فلسطينية ولقاء للرئيس عباس بوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين. ما هي العناوين الأبرز وما المتوقع يعني من هذه القمة؟ تفضل. نعم، من المتوقع أن يصل وزير الخارجية الأمريكي بلينكين بعد قليل إلى مدينة رام الله للقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس والقيادة الفلسطينية، وما زالت العناوين هي ذاتها، العناوين المعلنة على الأقل، ربما في الخفاء يجري بعض المشاورات التي لا نعلم عنها، ولكن بشكل عام ما هو معلن، الإدارة الأمريكية تريد من السلطة الفلسطينية مزيد من الإصلاحات والتعهد الواضح بإدارة قطاع غزة بعد انتهاء الحرب، وعدم عودة حماس للسيطرة على قطاع غزة، وضبط الأمن وضبط المجموعات المسلحة في الضفة الغربية وفي غزة أيضا بعد انتهاء الحرب. السلطة الفلسطينية تريد من الإدارة الأمريكية وقف هذه الاقتحامات والاجتياحات الإسرائيلية، وأيضا التعهد بأن يكون الحل السياسي يشمل الضفة الغربية ويشمل قطاع غزة، وصولا إلى حل الدولتين، وأن لا يكون الأمر مجرد حديث، وإنما تشهد السلطة الفلسطينية إجراءات عملية وتطبيقية
التطبيقية على الأرض ضمن خطة شاملة أو رؤية شاملة تطرحها الإدارة الأمريكية. طبعا هذه المواضيع كلها أيضا سيحملها الرئيس عباس إلى العقبة للقاء الملك الأردني والرئيس المصري في إطار أيضا قمة على ما يبدو أنها تدور حول مستقبل قطاع غزة ومستقبل الضفة الغربية وحول إمكانية الوصول إلى صفقة شاملة تحدد معالم المرحلة المقبلة. أشكرك عبد الحفيظ لكل هذه المعطيات حول أبرز العناوين لهذا اليوم. من رام الله كان معنا مراسل حدث الزميل عبد الحفيظ شحوان.